بس انتي بدأتي بالبغبغانات مش العصافير. انا هما عامه معظم الحاجات اللي موجوده اصلا بغبغانات، يعني حتى الحاجات الصغيره اللي عندنا دي بغبغانات. الملونين دول الملونين يعني في محل ده بغبغانات واحنا مش عارفين. ايوه. طب ليه بقى في جزء منهم بيتكلم وجزء لا؟ هو معظمهم بيتكلموا يعني، بس في انواع بتبقى قابله ان هي تتكلم اكتر من انواع تانية. في انواع بتحب ان هي تصفر اكتر، تعمل اصوات كده اكتر، بس في انواع بتحب الكلام. بس في الحالتين هما ممكن يتكلموا، لان هو الكلام ده بالنسبه لهم يبقى زي السفير وزي اصوات تانية كتير هما بيعملوه كنبرات، يعني موجات صوت يعني، مش بس بيتكلموا. كلام. ايوه. طيب ده بيبقى بالتدريب ولا دي حاجة عند ربنا انه بغبغان يتكلم او لا؟ لا، هو عشان بيعيش معانا فترة فبيبتدي يعرف ان احنا بنتواصل بالكلام، فهو بيعمل نفس الحاجة فبيقلد بيفهم. يعني هو بيبقى فاهم بيقول ايه، يعني لما بيلاقي موقف اتكرر كتير وكلمة معينة اتقالت بيبتدي يفهم انه ده اللي بيحصل لما بيحصل كذا. بيتكلمها بقى لوحده ولا يستناكي تقوليها فيكرر وراكي زي ما احنا عارفين كده؟ ممكن يتكلمها لوحده لو هو عايز حاجة تحصل، يعني مثلا لو عايزني اروح وهو عارف ان هما بيقولوا صورة باجي بيقولها على طول. ايوه. لولا بتتكلم؟ لولا بتتكلم كويس قوي بس مزاجها. شفتوا؟ كله ليها دماغها. لولا بتبص مش ممكن بيفهموا؟ ايوه، ذكائهم زي اطفال 4 5 سنين، فاهمه كل حاجه. لما تيجي تكلميها عارفه انت بتقولي لها ايه، فهمة. عارفه انك بتنادي عليها. فاهمه. طب لو حاجه غلط وحاجه صح؟ عارفه. عارفه بتعمل غلط زي الاطفال. يا لولا انتي شقيه نعرف شقية بس شقيه صح؟ انتي عفريته وعامله شقاوه عايزه تنتشري في الاستوديو طبعا. هتقولي يعني كده خلاص. انتي طب ما تجربي كده تلعبيها؟ اجرب. ولا خايفه ان هي بصي احنا ونصيبنا بقى يا جماعه. لا تنزل في حلقه ثانيه. احنا ونصيبنا، احنا هنحاول ان احنا ايه نلعب معاها كده، بس انتي برضو خليكي مسيطره عليها من فوق وتحت. هحاول. هحاول ان انا امسك. اهلا لولا. ايوه من فوق وتحت كده. امسكي جامد. اللطيف بقى يا جماعه ان انا بشوف لها فيديوز بتقعد تبوس فيها، بتبوسك من خدك بتبوسني بقى وتحضنك وتنوها ليكي. انتي محترمه خالص. طب بقول لك ايه، نلعبها هنا ولا نلعبها في القفص؟ في القفص. طب يلا دخليها اما نشوفها ترقص ازاي. يعني على فكره في حاجات بتعجبها وحاجات لا. وبعدين يعني هي مش بس بترقص، مش عارفه صوتها كان باين ولا لا. صوتها كان انا كنت معاه. بتعمل اسمه ايه الصوت بتاعها؟ السفير ده. عماله تصفر وكده مستمتعه جدا بالاغاني. انت شقيه ولزوزه خالص يا لولا. وبعدين يعني بكلمها وهي الاغاني وانا بكلمها هي بتنطلق عادي، يعني فاهمه ان انا بلعبها، فاهمه ان انا عايزاها ترقص فتديني عسل عسل عسل. طيب قولي لي بقى ايه مميزات البغبغانات؟ يعني ايه اللي حببك في ان انت تربي البغبغان؟ اوكي. الكلاب احنا عارفين نقول دايما ان هم اوفياء، بيحبوا صاحبهم، حنينين. القطط برضو حنينين، انما البغبغانات يعني ايه اللي خلاكي تعيشي معاهم؟
اوكي، هما اذكياء جدا، زي اول حاجه زي ما كنت قلت. تاني حاجه على فكره هما بيحسوا بينا جدا، الانرجي يعني بتنقل كده وبيفهموا. وفي نفس الوقت ذكائهم وانت قاعده معاهم تحس ان انت يعني في حاجه هي فاهماكي وهي عارفه ويعني عندها وعي وفاهمه. الله، لما بنقعد معاهم مثلا الاقيها جايه بقى تقعد في حضني، يا ونقعد اقعد اطبطب عليها خلاص وتديني بوس وتنضفني ونقعد بقى اطبطب عليها وكده، بتبقى لذيذه قوي. بنشار اكل، بنشار الحاجات اكل، دي شايفاكم كلها. بتاكلوا البطيخه انتوا الاثنين من نفس ايوه البطيخه، نفس البطيخه. عسل. طيب